بسيناريو كلاسيكي اعتاده العراقيون لا يختلف كثيرا عن حوادث أخرى مشابهة ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي في الأونة الأخيرة. فتاة تصور سائق سيارة تاكسي خلسة في الخفاء، ففي أثناء وجودها في مركبته بدأ الحديث بينهما، فيسألها السائق وتجيبه هي بدورها، وهكذا طيلة الطريق أو مسافة الطريق. هنا خطر في ذهن الفتاة فكرة: لماذا لا أقلد بقية الفتيات وأقوم بتصوير السائق وهو يحدثني بهذه الطريقة؟ فقامت باستدراجه بالكلام لفضحه بتهمة التحرش. لكن هذه المرة لم تسلم الجرة، مخطط الفتاة لم ينجح بالكامل، فبدلا من أن تعرض سائق الأجرة للانتقاد تعرضت هي إلى الانتقاد لفعلتها تلك. لنشاهد مقطع الفيديو. الو، عندي خط شو اسمه اسير. من اشتري خط انا خبرك، اقول لك انا البنيه اللي وصلتني على الجديد. عندي خط اسير انا ما احتاجه. والله اخاف قتشك واحد مسوي سالفه بي. لا والله باخذ خط ماشي. لا مو انا راح اشتري خط هسه، وصيت على واحد. اي خذيه قبل ما تشتري الخط. شو اسوي بيه؟ شو اسوي بيه؟ تواصل معه ثاني يوميا، مو تقولين اروح واجاني يوميا. تواصل معه هسه اجوز اخبرك من امي، اقول لك تعال يعني اليوم وديني من خط اخويا من امي. اي على يعني ما يجيني الخط عني. تريدينه زين. سؤال بربك كم وحده حكيت وياها هيك وعطيتها الرقم؟ لا والله الله يشفيك. بربك والله اقسم بذات الله لا حاكي ولا ربي رقم الوحده، بس قلت لك يعني صار عندي فضول. اجل عايش كاك الرقم ومحاضره؟ شو؟ ما مراكز يصعدون معايا يعطينا رقمك ما ادري شنو. قول هاي هذا رقم يصعدون يعني مع عميل يجون يروحون معايا يعني. والله مو انا اشتغل خارج، ما اشتغل يعني. تمام. اشتغل خارج. ماشي خير. راح تفوت بالسوق لو تستدار. انت وين متقدين اوديك؟ ابعد عن بنص السوق. اذا سائق سيارة تاكسي مرغل انفه بدشبول السيارة، وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه. إذن هو ألح يلح إلحاحا على الفتاة حتى يعطيها السيم كارت مالته، والفتاة طبعا تصور نفسها وتصور ما جرى معها. سائق الأجرة السيارة الأجرة فجأة تحول إلى حاتم الطائي، أراد يعطي الفتاة السيم كارت كما قلنا لكنها رفضت. المشكلة مو يم الرقم بل بالحديث الطويل الذي دار بين الطرفين. هذا ما دفع عدد كبير من المدونين إلى انتقاد الفتاة أولا ثم السائق، برروا غضبهم من هذا التصرف وهذا السلوك، وكذلك بدلا من التصوير يجب وضع حد للسائق من عدم التمادي بالكلام بدلا من التصوير هكذا بهذه الطريقة التي تجعل عدد كبير منهم يفكر بأن تلك الفتاة تبحث عن الشهرة وعلى الانتشار ربما بهذه الطريقة. هكذا قال عدد كبير من المتابعين من خلال تعليقاتهم التي قرأناها. نماذج من تلك التعليقات التي كتبت سنقرأها الآن على الشاشة، ونبدأ من تعليق كتبه من أو كتبته ناريمان. ناريمان عمر: عندي خط أثير وأني ما أحتاجه. ثم تضحك: الزلم يمتى يقعدون راحة؟ ما أدري شلك به شي زحف، وخذ راحتك بالحكي، تقبل أحد يسولف ويا أختك لو ترضاها على بنات العالم وأختك حرام. تعليق من رفل تقول: هيا يا رفل تعالي. هذا هو تعليق رفل: طبعا يزحف عليك، هيك ناطيته مجال، المحترمه نفسها وساكته ما حد يتجرأ يحكي وياها، ينطن مجال للسائق حتى تصوره وتصير ترند براس العالم. تعليق من سجاد ماذا يقول: لطش بالبنية مرغل روحه وعليك كيفك عمي، إيه ما تريد رقمك شنو شلبت ولا تريد تنطيك رقمها، يكافي تلزق الثقل حلو، ولا تسيئون بتصرفاتكم لأصحاب التاكسي اللي طالعين على رزقهم. الموسوي محمد:
عمي أنا سايق تاكسي وما أتذكر حاجيت بني هن يبدن الكلام، لو ما عندك شاحن، لو رجلي ما بيها حظ، لو رجلي ما بيحظ، لو الجهال مبزعيني، لو سائقنا صدق آني مو حلوة، ومن هذا الخرط واستلم. تعليق آخر من حمودي بن ديالة يقول: إيش دعوة هيك سوالف ويا السائق؟ الغلط بالبنية، ممكن يكون السائق على نياته وهي خلتها يحكي. صائراتي دوراً طشة وفصول تسودنت النسوان، والعتب مو عليها، العتب على الشوارب. رحاب تقول: هسه الغلط منش من هو رجال ويحكي، انت دا تاخذين وتنطين بالكلام، شنو من يشوفش ساكتة يخجل من نفسه ويسكت، وإذا ما سكت عوفي غير التاكسي قوة حتشون الأخرس.